اهو بص اهو هيحط يا رجاله. حط يا رجاله، حط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده كويسين وكل فيديو انتم طيبين. ورجعت لكم يا رجاله فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجه نصلي على النبي عشان ربنا يباركنا في كل شيء. فيديو النهارده يا جدعان هيبقى فيديو حلو، هنظبط السلكه، هنرص فيها الحمام اللي هو متفرع دوت، بدل ما كل شويه اروح هنا وهنا وهنا، ننظم الحمام بتاعنا. وبعد كده هفتح له يا جدعان معانا في السلاكه، نسيبه بعد غياب فتره طويله. اول حمام ده ما بيسيبش، تعالوا نشوف هنعمل ايه. بس يا جدعان طالب منكم طلب، يا ريت الفيديو ده لايكات، وانزلوا كلكم تصلوا على النبي تحت في التعليقات، عايزين نعمل تفاعل كبير على الفيديو ده عشان القناه بقت واقعه وميته خالص يا جدعان. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. بص يا جدعان، اول حاجه هعملها طبعا هكنس الارضيه كلها كده، وهحبس شويه الحمام اللي احنا مسيبينهم دول، عشان طبعا ايه لما نفتح ما فيش حاجه تنزل تضربهم، عشان فيهم زغاليل ولا الدكور تضربهم ولا الكلام ده كده كله. فده انا هعمله ايه دلوقتي كده في السريع، وهرجع لكم تاني. هنحبس شويه الحمام دولك ونكنس الارضيه ونرجع تاني. وطيب كده يا رجاله، احنا الحمد لله نضفنا دنيتنا كلها اهي، كله اتنضف اهو يا جدعان. طيب انا نضفت دلوقتي الارضيه، تمام. مفيش وقت ان انا اعمل بيبان، مفيش وقت ان انا اعمل بيبان، انا صاحي متاخر وعايز الحق اصور عشان لسه هنفتح الحمام بره، فالوقت بصراحه مفيش وقت. فانا البيبان هخليها بعد لما اخلص الفيديو، اخلص يومي مع الحمام، يعني بعد ما احبس الحمام اللي بره هنضف البيبان، بعد كده عادي ابقى اكنس الارضيه تاني. بس انا طبعا كنستها عشان لما سايب الحمام. طيب بصوا دلوقتي يا جدعان، عندنا مثلا المانيا ده كله 10 بيبان، ما فيهوش غير ايه، ادي دكر هنا وقص هنا وقص هنا وقص هنا، والكام زغلول دول يعني اربع خمس بيبان منه مشغولين. ودوك نفس النظام، هو قص واحد هنا وقص هنا وقص هنا وقص هنا، اربع قصوص من اللهم صل على النبي من 10. وده ما فيهوش برضك غير قص واثنين وثلاثه اربعه خمسه، خمسه برضك، يعني يعتبر اصلا الحمام كله متفرق كده على الفاضي، تمام. طيب احنا عندنا الباب ده هو هنا، الباب ده انا هجيب فيه ايه؟ هنجيب فيه القص دولك، القص الباكستانيات دول، تمام؟ ما شاء الله. ناخدهم كده يا جدعان، هنا اهو. النتاية دي طالما بتعرق كده، يا اما جابت حصوية يا اما عليها حصوية. هي لسه ما جابتش، بس النتاية دي كده عليها حصوية يا جدعان. ده نقص كالسيوم في الحمام، مع ان هتطلع تحديق وكل حاجة، بس الحمام عنده نقص كالسيوم. بس معلش معلش، الحمام كده عنده نقص كالسيوم. طيب نقص الكالسيوم ده بنعمل معاه يا جدعان، هقول لكم دلوقتي. طبعا التحديق اساسي ما يتشالش من الطاجن، التحديق اساسي ما يتشالش من الطاجن. ثانيا غلطه مني انا، ان المفروض الحمام ده يسيب على طول، المفروض الحمام ده يسيب على طول. ليه بقى؟ ان النتايه بتاخد طبعا، البيضه دي بتاخد من صحتها وبتاخد من عظمها وبتاخد من كل حاجه، فبتبقى عايزه النتايه تكون صحتها كويسه، اللي هو المفروض تسيب على طول، المفروض التحديق قصادها على طول، المفروض اهتم بيها بالفيتامينات على طول، والكالسيوم زي الدي 3 اف والديكال والكلام ده كله، الاملاح المعدنيه وده كله. ده تقصير مني بصراحه، اهتميت بالنش ونسيت السلاكه، فالنهارده كده يومنا مع السلاكه، عشان حرام بصراحه اللي بيحصل ده. ده كده اول قص نقلناه هنا. عندنا بقى ايه؟ عايز اجيب الدكر ده يا جدعان هنا كده، عشان يبقى ايه يعرف يعضنا. بصوا عشان يعرف يعضني كويس نجيبه هنا كده اهو، تمام. نحطه في الباب ده، ناخد بس ايه زي ما قلت لكم يا جدعان، انا البيبان لسه ما نضفتهاش، نضفتها بعد الفيديو، ان بجد صاحي متاخر وما لحقتش اعمل اي حاجه. يا دوبك بس كنسنا الارضيه كده عشان ما نسيب الحمام، نجيب له بس حاجته كده. ماشي كده خلصنا من الدكر. عندنا بقى هنا ايه كده، هنا ده خلاص، هنا ده كده خلاص، والثلاثه اللي تحت دول فاضيين. طيب عندنا هنا دولك هسيبهم زي ما هم لسببين، دولك تحتهم زغلول، تمام يا جدعان، مش هينفع انقلهم هم كده، ودولك تحتهم حصويتين ومش عارف شكلهم كده فك ولا فكوشي، تحتهم حصوه واحده والتانية بص يا جدعان طلعت مش معمرة، خليها جنب اختها كده مكسورة اصلا، هم شكلهم رموها، لان التانية هي اللي معمرة، فهنسيبهم. طبعا بيبان عايزة تنضف بعد الفيديو ان شاء الله، همسكها واروق على السلكة كلها، ودولك تحتهم زغلول فمش هينفع ان انا انقلهم. طبعا الكام زغلول دولك عايز انقلهم بره، اشوف لهم بس باب، ان البيبان كلها بره متسكنة، عايز اشوف هتصرف لهم بس في ايه. يعني الفكرة يا جدعان ان الغية فعلا ضيقة جدا، عايز اعمل مصطبة، مش عارف بصراحة، ان الفكرة هنا فتحة الباب، يعني بصوا فتحة الباب لغاية هنا، يعني فتحة الباب لغاية هنا، ففي مسافة مثلا خمس عيون تاني يجوا بالطول هنا.
تمام. فانا عايز اعمل بقى حاجه تيجي مصطبه تاخد من جوه هنا مثلا كده 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 لغايه باب هنا مثلا، تبقى دي كده كلها مصطبه والباب بتاعها من هنا. وعندنا هنا مثلا هتشيل في حدود دي 5 5 5 شيلها في حدود مثلا 15 باب، يبقى عندنا مثلا هنا 5 مصاطب وهنا 15 باب. ان شاء الله هعملها. استدعوا لنا يا جدعان بالتوفيق، ان بجد الدنيا ملخبطه خالص، فالحمد لله. تمام كده يا رجاله. فانا والبيبان زي ما انتم عارفين كلها متسكنه، الشبابات الصغيره والديكوره الكبيره. فدولك لسه مش عارف هطلعهم في ايه، حتى سلكات السلك ديك مفيش اي حاجه فاضيه. ودي انا مش عايز اطلعها بره تاني بصراحه، يعني دي انا مش عايز اطلعها بره تاني. وحشه وحشه جدا. المهم خلينا في اللي احنا فيه كده. ايه دولك هيبقوا زي ما هم، طبعا دولك البوازات هيبقوا زي ما هم. عايزين نشوف الزغلول بتاعهم ايه، بردك نسيبه تحتيهم شويه، هو رد شويه يا جدعان، بس بردك نسيبه تحتيهم يوم كده ولا حاجه. دولك الباكستاني ودولك بردك نسيبهم زي ما هم، ودولك تحتيهم حصويتين هنسيبهم زي ما هم. طيب بص يا جدعان، هو بس حلو قوي على كده، حلو قوي على كده. طبعا نقلنا بس في الزاويه اللي هنا دولك اللي ما كلهمش يعني ما لهمش لازمه. طيب دلوقتي بقى هنبتدي نفتح للحمام. عندنا مثلا دولك تحتهم حصويتين مش مشكله هنفتح لهم. عندنا دولك الهزازات دولك هنفتح لهم، طبعا اي واحد هنشوفه دلوقتي هنفتح له. عندنا اللهم صل على النبي هنا الزرق قطيفه هنفتح لهم. عندنا شيماء والدقر العبسي تمام. عندنا القص الحلبيات دولك طبعا عشان النتايه زي ما احنا شايفين يعني في عرجه خفيفه برضك مش هنفتح لهم، خليهم دلوقتي. عندنا الدقر ده برضك انا لو فتحت له هيمسك الحمام كله ضربه وممكن يخش يكسر البيت، فهنسيبه برضه دلوقتي. عندنا قص الاستيراد دولك هنسيبهم يا جدعان، قص الاستيراد دول هنسيبهم وتحت مفيش حاجه تاني. عندنا البوازات برضك هنسيبها تمام. عندنا القص دولك برضك هنسيبهم، اللي هو الدقر الباكستاني والنتايه الجمعيه البيضاء. الاستيراد دول تحتيهم حصويتين بس هنسيبهم برضو تمام. الكام زغلول دول لا طبعا. دولك تحتيهم زغلول ممكن نسيبهم، يعني دولك تحتيهم زغلول ممكن نسيبهم عادي، ودولك تحتيهم حصويه هنسيبهم عادي. يا شيماء بص يا جدعان جت وقفت فين، تعالى تعالى عالي كاملة يا شيماء. بص طلعت على عندي على طول ما شاء الله. معلش يا جدعان مساحة التليفون فصلت، شيماء لسه نازلة مع الايدي، مساحة التليفون عندي يعني جايبة اخرها، فلما باجي اصور بيقول لي قم بتفريغ بعض البتاع وبيفصل الفيديو. المهم مسحت شوية حاجات. ما علينا، فتحنا كده للجنب اللي في الوش ده كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله ينزلوا ويقعوا على حالهم. طيب هنا بقى هنعمل احنا ايه بقى؟ دولك طبعا ببدأ ايه؟ ما بيتسندش، ننزلهم احنا بايدينا كده. هننزلهم احنا بايدينا. دولك اللهم صل على النبي السكرتات اهو، وكل واحد بقى ايه ياخد الموزه بتاعته ويعيش حياته. هما كده يا جدعان ما شاء الله. انا دول تحتهم حصويتين، دول مش هفتح لهم، دول مش هفتح لهم، مش عايز اخوفهم. الوطاطي والنتاية السوداء دول هفتح لهم برضو. تعالى كده يا جدعان زي ما احنا شايفين ما شاء الله. الحمر والخصار بردك هنفتح لهم يهوى عن نفسهم ما شاء الله. طبعا الحمام ده انا لسه ما كلفتهوش، لسه كلفتهوش ومش عايز اكلفه على الارضيه، خليهم بس يحدقوا كده تمام. هناخد بردك القص البلقي دول، هناخد القص البلقي دول، النتايه ديك تعالى انت، والدكر ده هوك. طبعا دولك تحتهم حصويتين هسيبهم. دولك اهو ما شاء الله. والقص دولك كده خلاص بس كده يا رجاله. نسينا حاجه، نسينا الهزازات دول. اطلعوا يلا، نسينا الهزازات دول. تمام كده يا رجاله. طبعا بقى انا وظيفتي في لحظه زي دي ان انا الحمام اخد بالي، ان طبعا فاتح لحمام عنده اللهم صل على النبي تحته حصى وتحته زغاليل، فلازم اخد بالي لو حاجه دخلت تضرب حاجه والكلام ده كده كله تمام. بس الحمام بقى اسيبه دلوقتي، هجيب له شويه تحديق احطهم له في الطاجن دوت. استنى كده خليكم معايا.
بص يا رجاله، كبش التحديق كده ايه في الطاجن كده، ونخلي لهم هنا ايه يحدقوا منها. تمام. بس طبعا دولك هيشوفوا ايه، هيفضلوا يقعوا، وكل واحد في بابه هيفضل يقعوا. يعني بصوا اللزق قطيف عمال يقعوا على النتايه. بس ونسيبهم بقى كده يا جدعان يتهووا. بعد كده بقى هنشوف هنعمل معاهم ايه، عشان لسه هنطلع بره بردك، عندنا شغل مع الشبابات بره، هنشوف هنعمل معاهم ايه. ممكن نعملها في الفيديو ده وممكن لا. عايزه مني يا شيماء ايه؟ عايزه مني يا صاحبتي. طبعا يا جدعان شيماء عشان ما بتطلعش كتير، فلما بتصدق تطلع ما بتسيبنيش. روحي شوفي دكرك بيتصرمح هناك، يلا روحي له. خدي يا عم مراتك يا عم. تمام كده يا رجاله، فخليكم معايا بقى. هسيبهم بقى دلوقتي ايه، يعني بصوا يحدقوا كده زي ما احنا شايفين، يروقوا على حالهم بس، وارجع لكم تاني. بص بقى يا رجاله، انا سايب الشبابات جوه، شبابات سايب الاصوص جوه كده سايبه وتلعب براحتها. طبعا بقى لي نص ساعه بعد ما قفلت معاكم، جه بقى وقت فتح الزغاليل والشبابات. طيب دلوقتي بقى زي ما قلت لكم في فيديو امبارح، هنعمل ايه؟ هنشوف الكام شاب اللي احنا بنطلعهم. يعني عندنا ده اللزق القطيفه ده ما بيطلعش، عندنا الحلس ده بيطلع، فبقى اللي هنطلعه دلوقتي هنشرق له الباب كده. العنبري الاسمر ده بيطلع، هنشرق له بردك الباب كده عشان بس نبقى عارفينهم. المرقع ده برده بيطلع، هنشرق له كده، والمرقع ده برده بيطلع، هنشرق له. الكركندي ده هنشرق له كده، 1 2 3 4 5. تمام تمام. هنا بردك من الزغاليل اللي انا هخليهم يسخنوا معاهم، عندنا الاحمر الغزار دوت كده اهو، هنشرق له الباب. عندنا دوت بردك ممكن نشرق له الباب ولا نسيبه دلوقتي؟ سيب ده دلوقتي، انا عايز بس اللي واثق فيهم الاحمر الغزار التاني. الحلبة يا جدعان بردك نشرق له الباب، الزاجل برده هنشرق له الباب. اللهم صل على النبي. الاحمر الكشكي لا دلوقتي. الباكستاني هنشرق له الباب. البوازه دوك ده هنشرق له الباب برده. الباكستاني نمرة 2 هو اصلا الباب بتاعه متشرق. الاسود البلدي دوك بردك هنشرق له الباب. قراقندي الزغلول دوك ممكن نشرق له الباب ونشوف، انا لسه ما اعرفوش والله ما اعرف عمل ايه. الانجليزي ده هنشرق له الباب. الاسترالي الحمار هنشرق له الباب. الانجليزي التاني هنشرق له الباب. الحلس ده سيبه دلوقتي، والحلب التاني هنشرق له الباب. البوازه ده لا دلوقتي. الحلس ده برده لا. البوازه ده لا. الزاجل بس كده يا جدعان، دولك اللي احنا هنفتح لهم دلوقتي، وهنديهم فزعه حلوه مع بعضينا ونشوف الدنيا فيها ايه. نفتح الاول للزغاليل، بعد كده نفتح للشبابات عشان ما اطلعش على طول. ده مشرق له، ده مشرق له، ده مشرق له، ده مشرق له، ده 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 زي ما احنا شايفين كده. الانجليزي ده مشرق له، الكركندي مشرق له، الاحمر الغزار ده مشرق له، حلبي، الزاجل. ماشي كده يا جدعان. برضك ايه، نفتح ده مشرق له الباب، وده وده برضو، وايه تاني، وده وده. ماشي كده يا جدعان، كده زي ما احنا شايفين. طبعا اللي انا بفتح لهم دول كل ده هياخد فزعه مع بعضي، وهنشوف الدنيا فيها ايه. طبعا لسه في حمام كتير ما اتفتحش. تمام، في حمام كتير ما اتفتحش، في حاجه من دول ما طلعتش، كله طلع. تمام. طيب بص كده يا جدعان، هم دول اهو. بص ده اللي انا بتكلم فيه اهو يا جدعان، اللي انا واثق فيهم اهو، اللي هم يقدروا يقوموا ويطيروا مع الشبابات زي ما احنا شايفين كده يا جدعان. يعني انا هشيت اللي انا واثق فيه. بص اهو، اللي ينزل ينزل مش مشكله، بس انا يعني هشيت اللي انا واثق فيه يا جدعان اهو. بصوا، في ابتدى يمسك مع الشبابات اهو ويطير. الانجليزي بقى اللهم صل على النبي. كركندي الزغلول طاير معاهم ما شاء الله، في شويه حلوين طايرين مع بعض هم كده يعني. اللهم صل على النبي. ده اللي انا عايزه، ده اللي انا عايزه هم كده يا، اللهم صل على النبي. هيلموا دلوقتي وهنشوف الدنيا فيها ايه. طبعا لسه في شويه حلوين على الظهر. ناس تقول لي هش ومش هش والكلام الفاضي ده، الغلط ومش غلط، ما ينفعش انك تهش الزغلول. بص يا جدعان، دي اعتبر خلاص ما بقتش زغلول. بص اهو اهو، الزغلول اهو نزل الكرفندي. دي اعتبر دلوقتي ما بقتش زغاليل، دي بقى لها فتره. ده الحمام ده فاكك ريشه وريشتين وثلاثه. تمام، فانا حواليا مراكن، فالحمام مش شايف دنيا حواليه. بص اهو الحلبي نازل، فانا الحمام مش شايف اهو. بص اللهم صل على النبي، حمام مش شايف في فرد غريب يا جدعان، في فرد غريب اهو. بص بص بص، فرد غريب اهو. الفرد ده جاي معاهم، جاي يا جدعان، جاي شكله هيحط. ثانيه كده،
ايه هنمسك فرد النهارده اهو. بص اهو هيحط يا رجاله. حط يا رجاله، حط فرد غريب، حط. تيجي يا جدعان نمسكه؟ يلا بينا. ثانية بس واحدة كده عشان الشبكة. يلا أول فرز على الزغاليل، فرد بلدي يا جدعان، حط. تعالوا هنمسكه ونطيره تاني. بس نشوف بس يا رب ينزل مع الزغاليل. تعالوا بس كده هجيب بس الكلفة يا جدعان وارجع لكم تاني. بص يا جدعان، بنزل الحمام كده. احيد، انا فاتح الباب ورايا والحمام مفتوح ورايا. بص يا جدعان، لسه في حمام فوق، انا مش عارف هو موجود ولا لا. راح فين؟ شكله طار، شكله طار يا رجاله، ولا نزل معاهم؟ لا ما نساش. طب يلا بقى فوق فوق، يلا نشوف هيجي تاني ولا لا يا رجاله. يلا فوق فوق فوق. تمام يا رجاله، والله خليكم معايا اهو. بص طير اهو يا رجاله. طار، خد في وشه وخلع، مش مشكلة يا رجالة. يلا هي مغامرة حلوة، أول فزع على الزغاليل، حطتنا لهم، حطتنا فرد حماية. يلا خير ماشي يا رجالة، خليكم بقى معايا نشوف الدنيا فيها ايه وهرجع لكم تاني. بص يا رجالة، بص الله أكبر، حمام أهو، الله أكبر، إن شاء الله، اللهم صل على النبي. بصوا أهو جاي بيحط. طبعا كده أنا بسخن الحمام اهو، الله طبعا انا كده بسخن الحمام يا رجاله اهو، زي ما احنا شايفين ما شاء الله. الانجليزي بيلعب ما شاء الله يا جدعان اهو، زي ما احنا شايفين، الله اكبر. بس طيب، طيب نسيبهم بقى يحطوا دلوقتي ونفتح لبقيه الحمام. ما شاء الله كده فتح لبقيه الحمام اللي ما طلعش اهو. كده يا جدعان الحمام بيحط اهو، الله اكبر، ما شاء الله، زي ما احنا شايفين الحمام بيحطط كله. ونفتح لبقيه الحمام ونفتح للكركندي دوت اللي احنا كنا معذبين امه. بس يلا، لسه يا جدعان في حمام طاير ما شاء الله، لسه بيحط اهو، الله ما شاء الله. اه يا جدعان كده الحمام كله حط. في حاجه تانية؟ طيب مفيش حاجه على المركن هنا، مفيش حاجه على المركن هناك، مفيش حاجه على اي مركن. تمام، حمامنا كله كده طلع يا جدعان. في هنا حاجه اهو، دي 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 دي، فيش هنا في حاجه ما طلعتش. الحلس ده مش مشكله، وده برده مش مشكله. انا بص يا جدعان بصراحه مش عايز دول يطلعوا دلوقتي، دول اخليهم في الاخر خالص عشان لسه الحمام ده هياخد له كام فزعه كده. بصوا يا رجاله، عايز افهمكم حاجه بس. في الفيديو اللي فات لما عطيت الزغاليل دي فزعه وكده، كله قال لي غلط، ما تفزعش الزغاليل يا جدعان، دي مش زغاليل صغيره، دي يعتبر بقت شبابات صغيره، يعني يعتبر بقيه لسه تحت سن يعني مسمى الزغاليل، بس دي خلاص يعني ايه، عايز افهمها لكم ازاي. يعني فكت ريشه واثنين وثلاثه، انا جايبهم بقالهم فتره طويله واتحبسوا هنا بقالهم فتره طويله، تمام. فالحمام دوت لسه يعني ايه حواليه مراكن، عايز افهمكم. بس هم مش شايفين دنيا حواليهم، يعني انا مش غير عاليه ان الحمام شايف الدنيا حواليه، لا انا لسه الحمام حواليه مراكن، حواليه حاجات مش شايف الدنيا، فانا لازم اسخنه. الحمام ده لو سبته زي ما الناس تقول لي سيبه هو يقوم لوحده، مش هيقوم، لازم انا اجرأه، تمام. فلازم انا اجرأه، فكل مكان يعني كل مكان وليه ظروفه، وكل غاوي وليه فكرته في الناس، اهم حاجه النتيجه في الاخر، اهم حاجه النتيجه في الاخر. وبس كده يا جدعان، كده مش هطول معاكم هنا مع الزغاليل، بعد ما مع الشبابات كمان بعد ما حطتنا الفرد. يلا خير، وبصوا بقى عشان ما اطولش عليكم، خلينا احنا ايه للفيديو بقى بتاعنا اللي احنا اصلا جايين له. ما شاء الله، دولك بقى يا جدعان انا مش هحبسهم دلوقتي، لما ابقى انزل الحمام اللي هنا ده، لما ابقى انزل الحمام اللي فوق هنحبسهم، وان شاء الله يعني بس نسيبهم بقى براحتهم كده يعيشوا حياتهم، واللي يكسر يكسر. طبعا العبس كسر شيماء، انا شفته من شويه كسرها بس ما لحقتش اصور. وبس على الله التسهيل يا جدعان، وده كده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، وكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.